طبعا احنا في دائرة السياحة وايد نركز على احدث التقنيات ونحاول دائما نبتكر طريقة التواصل مع الناس. ففي الفترة الأخيرة قمنا نركز اكثر واكثر على اساس ان نتعلم كيف نقدر نوصل المعلومات اول باول. المبادرة اللي احنا ياسين نتكلم عنها وهي مبادرة خبير دبي، ليش مهمة بالنسبة لنا؟ لأن هاي الطريقة اللي نقدر إن نوصل معلومات عن دبي أول بأول لكل الناس اللي شغالين في قطاع السياحة، وبطريقة مبتكرة، طريقة جديدة. وكيف حتى اشتغلنا مع مثلا البحث والإكسبوريشن اللي سويناه مع كل القطاع، مثلا الفنادق، الشركات الطيران، حتى نعرف عن طريقهم من السياح اللي يجون يزورونهم وشو الأشياء اللي هم يدورون عليها حتى نفهم رحلة السائح بشكل كبير.